الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جدا، ورد الفعل اللي موجود أتحسب إنه يتجاوز رد الفعل حق الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل، ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. لازم نعرف إن في عبارة عن تراكم من حالات الغضب والكراهية ترتبط على مدى أكثر من 40 سنة، إن مفيش أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أمل للفلسطينيين. يمكن حد يسأل هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على إيجاد مخرج للأزمة الحالية؟ إحنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى ليها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. إحنا بنبذل جهدنا أولاً لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع.